آه الزمالك بيغرق، الزمالك بيغرق، حد يرمي له عوامة ويلحقه. هي فين بس الناس تدخل كده الأول ويطمنونا على الصوت ونبدأ كلام؟ ليلة النهاردة مش هتخلص. الزمالك عمال بينقط بقاله 3 ماتشات. الناس فين؟ الناس فين؟ تدخل لنا بس كده. الناس فين؟ أشوف اللايكات كده دلوقتي وأشوف الكومنتات. الناس فين يا رجاله؟ يلا اول حد يطمني بس على الصوت عشان نبدا كلام كده. الناس بدات تيجي ايه؟ الصوت تمام عندكو؟ ايه الصوت تمام؟ ايه الصوت تمام؟ الزمالك النهارده لتالت مباراه على التوالي بيغرق في الدوري يا جماعه، والله بيغرق في الدوري. كانوا من كام يوم كده من قبل ما السنه الجديده تبدا واضح انها سنه جميله عليهم، 2023 داخله على الزمالك زي الفل بصراحه. بيفنشين 2022 وبيقول لك احنا متصدرين الدوري ومتصدر لك كلمني، وكانوا متعادلين معانا في النقط ومتصدرين بالاهداف، بس هم بيتلككوا عشان يفرحوا. تبدا السنه الجديده بقى ودب دب 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 على طول، الزمالك مش شايف قدامه. اسوان بيكسب الزمالك الاول ويعلم عليهم في اول 3 بطولات، بعد كده تعادل مع الداخليه يقعوا تاني ماتش على طول، بعد كده تعادل تاني مع الاتحاد ومدد الاتحاد سيدي البلد، الاتحاد بيعملها معاهم النهارده وبيتعادل معاهم 0-0 كده، ومحمد مصلحي رئيس الاتحاد بعد ما اداهم قفا كبير جدا في صفقه مروان عطيه اللي وقع خلاص رسميا للنادي الاهلي، بيديهم قفا تاني فريق الاتحاد وبيتعادل معاهم النهارده 0-0، ونقطه واحده بس بيحصل عليها الزمالك، والاتحاد بياخد نقطه، والزمالك دلوقتي في المنطقه الدافئه في الدوري. كلنا بردانين والشتاء الجو برد، لكن الزمالك دافيان يا عيني في المركز الثالث كده، بعيد عن الدوشه ملوش دعوه، موسعين المسافه بيننا وبينه قوي. تعال نبص على جدول الدوري، لكن قبل اي حاجه قول لي في الكومنتات رايك في الماتش. الزمالك من غير ضربات الجزاء ايه؟ ما بيعرفش يسجل. قلتها يا جماعه، ضربات الجزاء هي العامل الاول اللي الزمالك بيركز عليه في التهديف. فيريرا شكله كبر كده، وهنشوف بقى صفحات الزمالك والتقطيع النهارده. مستني هقفل اللايف ده واروح على صفحات الزمالك اتفرج واستمتع باللي بيحصل هناك، هتلاقي الدنيا ولعه، هتلاقيهم بينقدوا فيريرا. يا عم انت بتلعب المسلوسي ليه؟ ما بتلعبش سيد نيمار ليه؟ ومعاهم حق، لان سيد نيمار ما يقعدش على الدكه. ازاي يوسف اسامه نبيه يبقى قاعد على الدكه؟ وبرده معاهم حق، والله يوسف اسامه ما يقعد ابدا على الدكه. ازاي مصطفى شلبي يبقى في الملعب ويوسف اسامه على الدكه بره؟ حاجه غريبه. دونجا اللي بيكمل الماتش الاخر وعمرو السيسي افضل منه، بتلعب بثلاثه في نص الملعب ومش قادر تسيطر على نص الملعب. هيقول لك فين الصفقات؟ فين اللعيبه اللي احنا جبناها يا جدعان؟ في مهاجمين الزمالك؟ الزمالك ما عندوش مهاجمين قادرين يخلصوا. مباراه ممله قسما بالله، بتفرج على المباراه النهارده، ايه الملل ده؟ هنام وانا بتفرج على الماتش. الزمالك ما هاجمش الماتش كله هجمتين ثلاثه عدلين على بعض، ما شفتش كرات خطر، ما شفتش فرص ومحاولات على مرمى الاتحاد حقيقيه، ما شفتش ان في فريق قوي النهارده عايز ان هو يكسب، ما فيش الكلام ده. الاتحاد النهارده مدد الاتحاد سيد البلد. قلتها قبل الماتش كده، وعارف ان في ناس خدت الفيديو عشان تحفل عليا، تعالى هنا شايفك يا اللي كنت عايز تحفل. لايكات بقى دلوقتي، واكسب لور وشير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل لكل الناس، وقول لي في الكومنتات الزمالك هيفنش الكام في الدوري السنه دي؟ هو ده السؤال بتاع اللايف، عايز اعرف الزمالك هيفنش الكام؟ هل هيفنشوا مركز تاني مركزهم المفضل ويقدروا انهم ياخدوه، ولا فيوتشر مش هيسيبوا لحد السنه دي والزمالك هيفنش تالت، ولا ممكن يفنش رابع كمان وبيراميدز يغفل؟ والله كل ده وارد، لان لسه الماتش الجاي عندهم في الدوري قدامنا، قدام الكبير النادي الاهلي اللي ما بيرحمش وما بيهزرش كده، وباذن الله هندوس في الدوري عليهم ونزود جراحهم كمان وكمان. بقى لهم 3 ماتشات يا عيني بيتغلبوا، اول ماتش من اسوان، بيتعادلوا مع الداخليه وبيتعادلوا مع الاتحاد، ولسه المباراه الجايه. هنحفل وهنهزر براحتنا وهنتكلم فني كمان عن الزمالك، وهنقول مشاكلهم ايه في الملعب. هقول لك لو انت زملكاوي وعايز تسمع الزمالك ايه مشكلته هقول لك دلوقتي. تعال نتكلم الاول عن التشكيل اللي بدأ بيه فيريرا المباراة، واقول لك هو غلط في ايه. فيريرا النهارده بيلعب 4-3-3. الزمالك بدأ الموسم بتشكيل عامل ازاي؟ 3-4-3 بثلاثة مساكين في خط الظهر، باك يمين طاير، باك شمال طاير، واتنين بس في نص الملعب وثلاثة قدام.
ده التشكيل اللي الزمالك كان بادئ بيه الدوري وكان ماشي معاه. كنا بنقول تشكيل دفاعي، تشكيل مش نافع الزمالك لكن كان لامن فضايح كتير ورا، وكان مدي حريه كبيره جدا للباكين اللي كانوا فارقين مع الزمالك، وكان في توفيق وكانت العمليه ماشيه. غير الراجل التشكيل ورجع ل 4 3 3 ب 3 في نص الملعب بعد ما جاب الصفقات وجاب عمرو السيسي ودونجا رجع له من الاصابه، بقى عنده لعيبه كتير في النص مش قادر ان هو يقعدهم. قال لك خلاص انا هلعب ب 3 في نص الملعب وهحول التشكيل ل 4 3 3 وفعلا بقى يلعب كده زي ما لعب النهارده. عوض في حراسه المرمى على يمين المسنوسي. المسنوسي ما يبداش يا جدعان، قلتها بدل المره مليون، المسنوسي ما يبداش. لو انت زملكاوي بتفهم هتعرف ان سيد نيمار ما يقعدش على الدك. سيد نيمار لعيب هجومي عنده امكانيات وعنده حلول، بيقدر يعدي في الواحد على واحد، بيعرف انه يخش جوه ال 18 ويجيب جول كمان وبيعمل اسيستات. ما يقعدش على الدك ابدا للمسنوسي اللي هو عنده ثغرات كتير قوي، لعيب على قده قوي، لعيب اخره يجي يلعب معايا في الخماسي كده، لكن يلعب في ال 11 ويلعب في الزمالك كبيره قوي عليه بصراحه. دي اول حاجه. تاني حاجه، بيلعب ناحيه الشمال بعبد الشافي بسبب المشكله اللي حاصله ان فتوح وعبد الله جمعه فين الله اعلم فين، ملناش دعوه بالموضوع ده. فتوح وعبد الله جمعه الاثنين بره القايمه للمره الثانيه على التوالي. طب مش اعتذروا والمستشار قبل اعتذارهم والجماهير قبلت اعتذارهم، طب احنا مش شايفينهم ليه في القايمه؟ هو فعلا في ممنوعات وكده وخايفين من التحاليل ولا ايه؟ الله اعلم. فتوح وعبد الله جمعه الاثنين بره القايمه، فعبد الشافي بيبدا اللي مش قادر يكمل الماتش كله. عمل شوط كويس جدا عبد الشافي والله على حكم السن، ولاعيب محترم ولاعيب راجل قدر يعمل اللي عليه في الشوط الاول. بعد كده بيخرج بينزل سيد نيمار مكانه بيلعب باك شمال، انت موته ولا بتلعبه في مكانه ناحيه يمين وبتلعبه في مكان غير مكانه ناحيه الشمال، فما بيأديش، حرام مموت فيه بصراحه سيد نيمار. اتنين مساكين، حسام عبد المجيد وجنبيه عبد الغني، وتلاته في نص الملعب. دونجا المدافع بس اللي ما بيديلكش اي اضافه هجوميه، شاط واحده في اخر الماتش كانت حلوه جدا افتكرتها امام بصراحه، لكن طلع دونجا اللي شيطها. لكن في نص الملعب لاعب دفاعي بس، جنبيه السيسي بيجري كتير لكن عنده ميز باص مش طبيعي في نص الملعب. وجنبيهم امام عاشور اللي قال كتير جدا عن مستواه اللي احنا عارفينه. امام لما بيكون في حالته بيشيل الزمالك على كتفه ويطير بيه، لكن امام حاليا قال عن مستواه. عندك ثلاثه قدام، زيزو على يمين، مصطفى شلبي على الشمال، ومهاجم وحيد سيف الدين الجزيري اللي دايما مدي ظهره للملعب، ما تفهمش ليه دايما ظهره كده ناحيه حارس المرمى وبيستلم بظهره ويحاول ان هو يلف، ما بيروحش ما بيحاولش ياخد كور فيها سرعات، غريب جدا سيف الجزيري ومش عاجبني بصراحه. مصطفى شلبي كمان مش قادر يدي الاضافه ومش قادر لسه يندمج مع الزمالك. يوسف اسامه نبيه ما يقعدش على الدكه يا جماعه. عندك سيد نيمار ويوسف اسامه نبيه اتنين قاعدين على الدكه، حرام مظلومين في الزمالك والله. سيد نيمار لازم يلعب ناحيه يمين، عنده مهام هجوميه، عنده قدرات، بيقدر يروح بيقدر يخترق بيعدي في الواحد على واحد، غير المسلوسي خالص اللي بيعمل جيم دفاعي وضعيف جدا فنيا من وجهه نظري. النهارده الاتحاد كمان ما كانش بيهاجم، مش عايز يكسب. الاتحاد لو كان بيحاول يكسب كان يقدر يكسب الزمالك النهارده، لان الزمالك النهارده سيء جدا. فريقين النهارده عيان وميت في الملعب، الاثنين بتتفرج على مباراة فعلا سيئة قوي. مباراة لما تشوف احصائياتها والتسديد على الجول والفرص، لما تيجي تشوف ملخص المباراة تحس ان مباراة عيانة، مباراة دوري مصري قوي يعني، كرة بطيئة وكرة في نص الملعب، فاولات كتير، مصباص كتير، مفيش هجمات، مفيش سرعات، مفيش اي حاجة في الماتش بصراحة. ماتش من اسوأ الماتشات اللي اتفرجت عليها في الدوري. الزمالك سيء جدا، ما كانش يستاهل ان هو يكسب ابدا النهارده. بيطالبوا طبعا بضرب الجزاء كده في الشوط الاول، قال لك الكره فيها هاند بول، مش شايفها ضرب الجزاء بصراحه. لو انت شايفها ضرب الجزاء قول لي. طبعا الصفحات بتاعتهم هيبداوا يصيحوا على الكره دي ويقول لك التحكيم وبتاع. التحكيم عموما مش راضي حد، لا راضي اهلاوي ولا راضي زملكاوي، التحكيم المصري كله سيء. لكن انا شايف ان الكره مش ضرب الجزاء بصراحه، خدوا فاولات كتير جدا في نص الملعب في اخر الماتش. الحكم كان بيحاول ان هو يقربهم من جول كده، في الاخر بتنتهي المباراه بالتعادل السلبي وهي النتيجه العادله. والله بصراحه الزمالك ما يستاهلش ان هو يكسب. طبعا الناحيه الثانيه، فيوتشر كان بيلعب قدام بيراميدز، فيوتشر قدر يكسب 1-0 وبيراميدز اتعادل 1-1. ابراهيم عادل اللي بيتعادل، اللي جاب الجول بوبو اللاعب اللي كان عليه خناقه كده من الاهلي والزمالك، جول من ضربه جزاء. فيوتشر خدوا ضربتين جزاء النهارده مش واحده، وبيراميدز اتطرد منهم واحد. متخيلين يا جماعه بيراميدز النهارده بتحسب عليه ضربتين جزاء؟ مروان محسن ضيع واحده والثانيه سجلها بوبو، وطرد البيراميدز بيتعادل 1-1 وبيخسروا هما الاثنين، كل واحد بياخد نقطه واحده، الاثنين بينافسوا المفروض في سباق الدوري. برضو نبص كده على جدول الدوري بقى، هنلاقي النادي الاهلي متصدر. لا تكلمني، نسر الاهلي طاير لفوق لوحده ب 12 مباراه وكلهم 13ات. الاهلي لعب اقل مباراه كمان، لسه عندنا ماتش بكره نوسع بيه الفارق كمان وكمان، ما فيهوش نقاش. اكسب بكره المصري وادوس واخد 3 بونت واوسع يا باشا الفارق. الاهلي متصدر من 12 مباراه، معانا 30 نقطه، بيننا وبين فيوتشر اقرب منافس لينا. فيوتشر هو اللي في المركز الثاني، الزمالك في المنطقه الدافئه في المركز الثالث.
فيوتشر مركز تاني لعب 13 مباراة معاه 27 بيننا وبينه 3 نقط، اكسب الماتش الجاي كمان يبقى بيني وبينه 6 نقط ووسع الفريق قوي بقى. الزمالك في المركز الثالث ب 26 نقطة، لو كسبت بكرة يبقى فرق بيني وبينه 7 نقاط. انت شايفني يا زمالك؟ شايفني من عندك؟ سامع صوتي طيب؟ الاهلي في المركز الاول والزمالك في المركز الثالث، ولسه بيراميدز في المركز الرابع ب 24 نقطة، لما اكسب هوسع الفارق بيني وبينهم ل 9 نقاط بيني وبين بيراميدز، ببعد عن الناس كلها كده وما بشغلش دماغي بحد. الاهلي عنده ماتش مع المصري مش سهل ابدا بكره، القايمه ما بتنزلش لان كولر ما بقاش بينزل قوائم قبل المباراه عشان ما يحصلش لغط كتير. الناس كلها بتسال عن الصفقات، مين هيكون موجود مين لا. خالد عبد الفتاح ممكن تلاقيه في القايمه بكره لكن اكيد مش هيكون اساسي. محمد هاني عامل ماتشات قويه جدا الفتره اللي فاتت، اكيد هو اللي هيبدا. باقي الصفقات طبعا كريستو ما اعتقدش ابدا ان كريستو لسه البطاقه الدوليه بتاعته ما جاتش فمش هيلعب بكره. موجود كمان مروان عطيه، ما اعتقدش انه هيكون موجود في القايمه. خلي بالك مروان عطيه لاعب نص ملعب وانت عندك السوليه وديانج وحمدي فتحي، فانت كمان مش مزنوق فيه. الراجل لسه اعلنا عنه امبارح، اكيد مش هيلعب بكره يعني، لسه ما لعبش ولسه ما اتمرنش ولسه ما كانش مع الفريق كده، ولسه كولر ما قالوش تعليماته والتكتيك هيبقى عامل ازاي. وانا اعتقد انه كمان بعد ما يكون موجود صعب انه يقعد السوليه او ديانج دلوقتي، فالناس مستنيه الصفقات بكره. ما فيش صفقات بكره، ريح دماغك. الاهلي هيلعب بنفس اللعيبه اللي موجوده عنده، لكن في كتير راجعين بقى من الاصابات. في عندك طاهر محمد، طاهر راجع وموجود وقوي وهيكون موجود معانا بكره، يفرق معانا جدا. حمدي فتحي كمان موجود بكره هيدعم فريق النادي الاهلي، فانت عندك اوراق كويسه نقدر نكسب بالاوراق الموجوده باذن الله. قبل الصفقات نركز كده في صفقه المهاجم يا جماعه اللي مستنينا بفارغ الصبر، عايزين مهاجم قوي كده. اول ما اسمع اسمه اقول اوبا، هو ده المهاجم اللي هيخلص للنادي الاهلي من نص فرصه وهيخلينا ناخد كاس العالم. هو ده المهاجم اللي انا مستنيه، مش عايز اي مهاجمين كسر الفتره الجايه، مش عايز اسمع اسم مغمور كده اخش ادور عليه. يا مسهل قول لي كده في الكومنتات، الزمالك هيفنش الدوري في المركز الكام؟ ده سؤال اللايف مستني اجاباتكم عليه. لايكات كده لللايف على قد ما تقدر، شير على قد ما تقدر، خلي اللايف يلف الفيس كله ويلف اليوتيوب كله ويوصل لكل الناس كده عشان يحتفلوا معانا بسقوط الزمالك للمره الثالثه على التوالي، وانه في المركز الثالث دلوقتي قادر يحافظ عليه سابق بيراميدز بفرق نقطتين. يا رب بيراميدز ما يغفلكوش بس ويعديكم ولاقي الزمالك في المركز الرابع كمان. خلصت كل حاجه عندي النهارده، ما تنساش لايك لايك كده لللايف، شير على قد ما تقدر عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي هنعملها بعد كده. اعمل اشتراك على اليوتيوب واعمل فولو على الفيس. سلام.